وعايزة اقول كمان ان انا هكرر التجربة دي تاني وهستنى الاوردر منكم يا ايكيا. ازيكم؟ النهاردة فيديو بيتكلم عن تجربة الشراء اونلاين من موقع ايكيا. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. تمام، باين من الشنطة اللي قدامكم دي ان انا لسه مستلمة اوردر حالا من ايكيا اونلاين. دخلت على الموقع بتاعهم واخترت حاجات انا كنت محتاجاها وطلبتها اونلاين، علشان احنا ما بننزلش من البيت، وكمان انا مش هينفع اسافر خالص اروح ايكيا الفرعين اللي في مصر، فطلبت حاجات اونلاين. تعالوا بقى اقول لكم حصل معايا ايه ورايي ايه، ونشوف كمان الحاجه مع بعض. تمام، انا دلوقتي هفتح معاكم الشنطه اللي انا متحمسه قوي هفتحها، لسه ما فتحتهاش خالص، الاوضه لسه جايه مستلماه. الساعه دلوقتي 11 الصبح، وبعد كده هقول لكم حصل معايا ايه من خلال. الحاجه بدات تبان، هم مغلفين الحاجه حلو جدا. طبعا جايبه اوردر صغير عشان كنت بجرب. حاطين 4 دبابيس في الشنطه، مقفلينها من جميع النواحي. بسم الله الرحمن الرحيم. واو، جبت ايه؟ مش عايزه اقول لكم كان نفسي فيها قد ايه. كان نفسي بقالي كتير فيه قوي، والله بقالي كتير قوي يعني. جه بقى بالحاجات بتاعته كمان. ده كان 130 جنيه بره العرض. تمام، ساعات بيعملوا عليه سيل بس انا جايباه مش في السيل اللي انا كنت محتاجاه فجبته. دي بقى البوت ده انا كنت طالباه ومحتاجاه، هستخدمه في المطبخ. هو بتاع زرع اصلا، المفروض يتحط فيه زرع، بس انا ممكن احط فيه اي حاجه للمطبخ لان انا ما عنديش زرع اصلا. ده كان ب15 جنيه. تاتا، جبت بقى الهوب دي. بصوا اهي، دي الخمسة ولا الأربعة؟ هو فيها كام قطعة؟ خمسة. الخمس قطع دول ب35 جنيه. دول بيتحط فيه، بعلقهم يعني على الستاند، وعلق عليهم أي حاجة. بصراحة الماتيريال والكواليتي مفيهاش كلام. دي الحاجات بس اللي أنا اشتريتها، الحاجات بس قلت أنا بدرب. التغليف حلو قوي، الحاجات جات لي مظبوطه زي ما انا عايزاها. ازاي بقى بنطلب من الموقع؟ علشان في ناس سالت احنا بنشتري ازاي اونلاين اصلا من ايكيا، فهقول لكم بسرعه. الموقع اهو زي ما انتم شايفين، مثلا هشتري مثلا دي، مثلا هندوس عليها. عندي النت بطيء شوية. ماشي، دوست عليها، كتب لي البيانات. بص، جايبين لي كذا صورة، كذا صورة عليها عشان اختار اللي انا عايزاه، يعني اشوف المواصفات بتاعتها بالظبط ايه. كاتبين لي هنا متاح التسليم في الستور، ومتاح التسليم اللي هو اونلاين يعني وصلني لحد البيت. وهنا بقى كاتبين لي كل حاجه، حجم المنتج ووصف المنتج، بيوصفه لك بالظبط علشان تشوف المقاسات اللي عندك في البيت وتشوفي ده مناسب ولا لا. في الاخر خالص بتعملي ايه بقى؟ بتحطيه في العربيه، يعني مثلا كميه اهو، اضافه الى الحقيبه، الزرار الازرق ده، وبتقعدي بقى تلف براحتك في الموقع، تكتبي اضافه للحقيبه، اضافه للحقيبه، اضافه للحقيبه. وفي الاخر خالص بقى بيجي يقول لك انت الحاجات اللي انت اشتريت اللي انت اخترتها دي ثمنها مثلا 50 جنيه. فخلاص اتعرفتي هتعملي بقى ايه ان انت عايزه تشتري، وبتكتبي بقى المعلومات كلها. لازم يكون عندك ميل عليه علشان يعرفوا يتواصلوا معاكي عن طريق الميل والكلام ده. حتى بصوا الحاجات اللي انا مختارها اهي، اهي دول. طبعا كنت عايزه المرايه دي بس لقيتها مش متاحه اصلا في الستور ولا متاحه اونلاين، كانت خلصانه باين، جت على حظي وخلصانه بس كده. وبعد كده هما اهو، ده بقى لو عندك مشكله بتحلها معاهم وكده. المهم ان هو ده الموقع اهو ايكيا، علشان الناس تعرف تخش عليه. وكمان
علشان ما ننزلش كتير من البيت الايام دي، ربنا يجيبها على خير. ودلوقتي هقول لكم تجربه الشراء. تمام، انا دخلت الموقع واخترت اللي انا كنت عاوزاه، التلات حاجات اللي انا وريتها لكم دي، ودفعت فيزا عشان هو دفع فيزا بس مفيش دفع كاش ابدا، عشان اللي سالوا برده مفيش دفع كاش. المهم دفعت بالفيزا والموضوع كان تمام، وحددوا لي ميعاد من 6 ل 12 يوم 29 مارس. تمام، انا قعدت صحيت يوم 29 مارس، اسفه المواعيد كانت من 12 الظهر ل 6 المغرب. تمام، المهم انا صحيت استنيتهم يتصلوا بيا علشان استلم الاوردر. المهم محدش جه خالص، قعدت بقى طول اليوم مستنيه في البلكونه، كل ما عربيه تعدي اقول دي ايكيا، ما فيش خالص صحراء. المهم بقى قعدت مستنيه كتير 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 كتير، في خالص ما جوش اليوم ده. المهم انا تاني يوم طبعا انا استغربت ازاي يعني يحصل كده ومحدش اتصل بيا نهائي. تمام، المهم اللي حصل ان انا دخلت على جروب كده انا مشتركه فيه، سالت قلت يا جماعه في حد اشترى من ايكيا اونلاين قبل كده؟ ممكن تقولوا التجربه بتاعتكم عشان اطمن قلبي. المهم راحوا ناس كتيرة دخلت لي وقالوا لي ده هم محترمين جدا في المواعيد وبيسلموا ساعات كمان الاوردر قبل الاوردر بيومين، متقلقيش وكده. بس هو دلوقتي في مشكله ان في حظر تجوال عندنا، فالدنيا مش متظبطه شويه. قلت لهم ماشي، قالوا اطلبي الهوت لاين او اكتبي اعملي تيكت بالشكوى. قلت لهم ماشي، كلمنا الهوت لاين قلنا لهم 1 2 3 وان الاوردر ما جاش ومحدش كلمنا، ممكن يكون العنوان غلط او انتوا مش عارفين تتوصلوا. المهم احنا قلنا كل المشاكل وهم قالوا خلاص هم هيتواصلوا معاكم خلال 3 ايام، ولو ما توصلوش كلمونا تاني. كل حاجه تمام لحد دلوقتي. احنا كلمناهم النهارده، بكره كان الاوردر موجود. بجد والله في الصبح لقيتهم الساعه 10 ونص بالظبط، لقيتهم بيتصلوا بينا تعالوا احنا مستنيين، احنا على اول الشارع وجايين نسلم لكم الاوردر. ولقيتوا الاوردر من المنظر ده اللي هو مقفول كويس ويعني معمول بشكل كويس مش عارف ايه، وعرفت ان سبب التاخير كان حظر التجوال عشان احنا عندنا الدنيا مقلوبه شويه في العالم كله، ففي حاجات كده معينه، وكمان انا في المنصوره هما في القاهره. ف اتوصل يعني في النهايه ان ايكيا شركه كويسه محترمه، بس انا كان عندي بس حاجه واحده ان هم كانوا المفروض يتصلوا بيا عشان ما اقعدش في البلكونه كل ده. انا قعدت في البلكونه طول اليوم مستنياهم عشان مستنيه الحاجه اللي انا نفسي فيها. فبصوا يعني كنت قولوا لي، كنت يعني كنت بقى دخلت الصاله محترمه اقعد اتفرج بقى على اي حاجه، مش ما قعدتش انا 6 ساعات دول في البلكونه، حتى كنت بجيب الغداء بتاعي واطلع اتغدى في البلكونه. طبعا اللي بيشتري اونلاين عارف ان هو بيبقى مستني الاوردر، يعني ايه محدش يقول لي ماشي، وكمان دي ايكيا يعني. تمام، انا بكده يكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب تكونوا استفدتوا منه وعرفتوا انتوا بتشتروا ازاي، وان الاوردر هيوصل لكم هيوصل لكم هيوصل لكم. هو ايكيا لازم توصل الحاجه، وفي هوت لاين محترم بيستقبل المعلومه وبيتابع معاك، عشان هم قالوا لي لو ما جوش او محدش اتصل بيكي اتصلي بينا تاني، فدي حاجه كويسه. سواء انت اشتريته اونلاين او اشتريته من الستور ذات نفسه اللي هو كايرو فيستيفال او مول العرب، فكله تمام. تمام، واستنوني الفيديوهات الجايه، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناه. اهلا بيكي ويلا باي باي.